نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه الأشواط وهذه التحديات شوطنا الحادي عشر الخاصة بفج السمول المحليات الأصائل على أرضية هذا الميدان عاصمة ميادين السباق ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. وهنا شعارات أصحاب السمو الشيوخ التي تزين أرضية هذا الميدان. نسير مباشرة إلى المراكز الأولى لأتعرف وياكم سويا على مقدمة الشوط الشعارات الأولى هنالك. شعار هجن الرئاسة يتواجد على المركز الأول والانطلاق الأول من خلال هذا الاندفاع وهذا التواجد الجميل والمميز. صدارة الشوط هنالك شعار هجن الرئاسة لكن هنالك من غير من الجانب الأيمن وبدأ يتسلل إلى مقدمة الشوط شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير الاكتبي. بينما المركز الثاني ثاني التحديات هنالك صوغات من هجن الرئاسة عوض بن مبارك بن سعيد المهيري يحتل المركز الثاني. ننتقل مباشرة لنتابع ثالث التحديات مع مثير من هجن الرئاسة يتواجد الضافر أثير من هجن الرئاسة أثير من هجن الرئاسة علي بن جميل الوهيب من يقدم أثير على مستوى المركز الثالث. ننتقل مباشرة إلى رابع التحديات وهنالك مشكور من هجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الأثير يتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع شاهين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن سيف اللاحق الهاجري. المركز الخامس هنالك سراب سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي زهير بن سالم العامري. بينما المركز السادس يتقدم في اللحظات على سادس التحديات شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي زهير بن سالم العامري من يتابع في عملية التقرير والمتابعة. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى مقدمة الشوط نعود إلى المركز الأول إلى صدارة الشوط. القيادة هنالك مع صوغان من هجن الرئاسة عوض بن مبارك بن سعيد المهيري اسم مهم اسم يبي له مراقبة في مسار هذا الشوط يتواجد هنا على المركز الأول بقيادة المضمر عوض بن مبارك بن سعيد المهيري. المركز الثاني شاهين يحتل المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي يتواجد هنا على المركز الثاني. المركز الثالث أثير يتواصل هنا على ثالث التحديات من هجن الرئاسة علي بن جبير الوهيبي. يأتي على المركز الثالث. المركز الرابع هنالك مشكور من هجن الرئاسة يتواجد المضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي على رابع التحديات. والمركز الخامس شاهين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن سيف اللاحق الهاجري من يتواجد في عملية التضمير والمتابعة. هذه الخمسة النجوم الأولى الخمسة المراكز الأولى نتابع هنالك على المركز السادس والسابع هنالك سرام وشاهين لشعار سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عملية التضمير على المركز السادس والمركز السابع. هذه النتيجة وهنالك أسماء قادمة ما بعد السبعة المراكز الأولى لكن اكتفي بهذا القدر اكتفي بهذه الأسماء المنفردة والمتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. أعود إلى المركز الأول القيادة مع صوغان من هجن الرئاسة عوض بن مبارك بن سعيد المهيري مقدما لاسم صوغان على المركز الاول. صوغان على الانطلاق الاول. المركز الثاني اثير القادم مع ثاني التحديات من هجن الرئاسة علي بن جميل الوهيب ياتي على المركز الثاني. ثالث التحديات يتواجد من الجانب الايمن شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد
بن غدير الاكتبي من يكمل المسار ويكمل التحدي على المركز الثالث. المركز الرابع مشكور يتقدم الان من هجر الرياسة البارئ عيسى بن احمد بن مايد الخيلي على المركز الرابع وخامس التحديات. هنالك شاهين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن سيف اللاحج الهاجري يتواجد على مستوى خامس المراكز. هذه الخمسة المراكز الأولى، الخمسة النجوم، الخمسة العمالقة في مسيرة شوطنا الحادي عشر للزمول المحليات الأصايل. نعود إلى مقدمة الشوط، القيادة مع صوغان، صوغان على المركز الأول، صوغان على الانطلاق الأول، صوغان على الدفاع الأول بقيادة عوض بن مبارك بن سعيد المهيري. يا سلام، صوغان يتربع على عرش الصدارة وعرش المقدمة. المركز الثاني يصل أثير من هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن جبير الوحيدي، بينما المركز الثالث شاهين يتواجد هنا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن سيف بن لاحج الهاجري على المركز الثالث. المركز الرابع مشكور من هجن الرياسة عيسى بن احمد بن مايد الخليلي. المركز الخامس هنالك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. وصل الان تقدم سراب، وصل شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد حميد القاسم سهيل بن سالم العامري بدا يتقدم الان، ولكن عودتنا الى مقدمه الشوط الى انطلاق صوغان. صوغان على المركز الاول من هجن الرياسه عوض بن مبارك المهيري الكيلو الخطير كيلو التحديات. القيادة مع صوغان، الأقرب إلى الناموس صوغان، الاسم الأهم في مسار هذا الشوط من هجن الرياسة عوض بن مبارك المهيري. صوغان على المركز الأول، صوغان على الانطلاق الأول. المركز الثاني أثير القادم بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيب بن سعيد يتواجد هنا في دائرة التحدي ودائرة المنافسة. صدرت الأوامر الطفيفة هنا على انطلاق أثير. المركز الثالث البارع يتقدم انطلاق مشكور من هجم الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخياني. نعود إلى مقدمة الشوط. الله الله، صوغان وبدون أوامر على مقدمة الشوط. يا سلام، عوض بن مبارك بن سعيد المهيري. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، انطلق صوغان من هجن الرياسة عوض بن مبارك المهيري. يا سلام، المركز الثاني يتواجد أثير من هجن الرياسة علي بن جميل الوهيمي. ولكن صوغان، صوغان ذكرت في نصف المسافة بأنه لا هم في مسار هذا الشوط، وفعلا ينتزع هذا الناموس المميز. سلام يا رياسة، سلام، والسلام لعوض بن مبارك المهيري. المركز الثاني أثير من هجن الرياسة يتواجد المضمر علي بن جميل الوهيمي. المركز الثالث مشكور من هجن الرياسة المضمر عيسى بن احمد مايد الخيل. المركز الرابع شاهين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن سيف اللاحج الهاجري. المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد حميد القاسم سهيل بن سالم العامل. شهانينا والناموس، التوقيت الزمني 9:55، خمسة أجزاء من الثاني. شهانينا والناموس، التوقيت الزمني المركز الثاني 9:56، جزئين من الثاني. شهانينا والناموس أيضا على هذا الفوز والانتصار، بينما ثالث المراكز وصل بالتوقيت 9:56، 5 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والمضمر عوض بن مبارك المهيري على فوز صوغان بالمركز الأول. أيضا التهاني والناموس لهجن